أنا لا يعنيني. أنا حينما أدعو الناس إلى نبي الله لا أحب أن أتكلم في خلافات الناس، اختلف المذاهب ولا أتكلموا في خلافهم، بل لا يعنيني في لما اختلف، لا يعنيني، يعنيني أن أتبع نبي الله ولا أختلف فيه، أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. ليه اختلف الشافعي مع مالك؟ أنا لا يعنيني. لو سألتني لما اختلف محمد وموسى أجبتك، لم يختلف محمد ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم، نتبع الأنبياء. اختلف الناس، ما لنا وللناس؟ أخطأ الشافعي وأخطأ مالك، يجيبون الله يوم القيامة، ما لي ولهم؟ على الله لي عند الله أن أتبع نبي الله. قال الله الآية 56 بعد 100 في سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. ما في حجة بعد محمد عليه الصلاة والسلام. اختلف أبو حنيفة، مالي وللرجل؟ اختلف فلان، مالي وللرجل؟ ديني ديني، لا يعنيني. اختلفوا فليجيبوا ربهم لما اختلفوا وفيما اختلفوا. إذا سألني الله قلت له: قال الله، قال رسوله، هذه حجة الله. لا تبعث الأموات من قبورهم، لا تبعث الأموات من قبورهم. مات أبو حنيفة ومات مالك ومات الشافعي ومات أحمد، وأبقى الله لنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. قال بعدها: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشابه. اللي بده يتبع اليوم الناس والمذاهب والمشايخ هذول متشاكسون مختلفون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، والذي يتبع محمدا يتبع رجلا واحدا لا شكس فيه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما سالما لرجل، هل يستوون مثلا؟ هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. لا تبعثوا الموتى من قبورهم. من احتج فليحتج بنبي الله عليه الصلاة والسلام، تبلغه صلواتكم وسلامكم. قولوا اللهم صل على محمد، وصلتكم وصلته صلاتكم بأسمائكم. قال الله له: صلى عليك فلان وفلان وفلان، ثم صلى الله بها عليكم عشرا. طيب، لو صليتم على أبي حنيفة تبلغوه؟ لا. يصلي الله عليكم؟ لا. فرحم الله أبا حنيفة ورحم الشافعي. ديننا الذي ندخل به الجنة